عايز تشكره حتى يا اخي. انا ممتن للندوه دي اللي انتوا الثلاثه، الدكتور يوسف الاذاعي العظيم والدكتور يوسف العظيم الناقد العظيم فعلا، ايقونه النقد المصري عمرو الشين، والمستشار انا بقول له سياده المستشار الرائي العظيم اللي انا متشرف ان انا عرفته اثناء حياتي. ففعلا انتوا عملتوا لنا يعني ندوه عظيمه، والحضور العظيم ده نادر الحدوث طبعا، ده يختص بمحمد رفيع بادبه. وانا طبعا متحمس لمحمد رفيع لانه بدوي، يعني انا اكتشفت كده مؤخرا ونفس الشكل، يعني اعتبره شكل قبلي، ان هذه المنطقه من مصر او هذه النوعيه تعبر عن نفسها، لانها نادره ان حد يعبر عن نفسه خصوصا في الروايه. احنا عندنا محمد رفيع ومراد الضحاوي وعبد الستار حتيته، بس بالظبط كده. شكرا لكم.